السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة الدمام، عماد التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، برنامج إدارة الأعمال. التقوا بكم مجددا في مقررنا إدارة سلاسل الإمداد والتوريد. في محاضرتنا اليوم إن شاء الله نبدأ نعمل في الفصل السابع، وده معناه أن الناس اللي معاها الكتاب فقد تم حذف الفصل الثالث، أو أنا ما تناولتش الفصل الثالث ثم تناولت الرابع والخامس ولم أتناول السادس، وكده يبقى أنا بتناول إن شاء الله السابع. يبقى لدينا فصلين لم أتناولهم، هما الثالث والسادس، رقم 3 ورقم 6، وعليكم الالتزام بما أرفعه لحضراتكم من ماتيريالز أو من العمل اللي بيبقى موجود قدام حضراتكم، سواء كان عروض أو ماتيريال مختلفة. إن شاء الله فصلنا السابع النهاردة إدارة سلاسل التوريد في ظل العولمة، بمعنى الشكل العام وطبيعة الأداء وارتباط سلاسل الإمداد والتوريد في ظل العولمة أو العمل على مستوى دولي أو عالمي. سوف نتناول في هذا الفصل، هو فصل صغير ومبسط، أربعة عناصر. هذه العناصر هي تطبيقات التوريد على المستوى العالمي، وما شكل التوجهات المستقبلية لسلاسل الإمداد والتوريد على المستوى العالمي، وما هي التحديات التي تواجه سلسلة الإمداد والتوريد على المستوى العالمي، وفي النهاية تنظيم سلاسل الإمداد والتوريد عالميا. نبدأ أولا بتطبيقات التوريد عالميا، ونقصد بتطبيقات التوريد شكل وطبيعة ومستوى الأداء والوظائف التي تؤدى والأنشطة التي تؤدى على المستوى العالمي. في البداية أود أن أنا ألمح إلى أن العولمة أو الاتجاه إلى العالمية أو التعامل على المستوى الدولي أظهر نوع من الضغوط الكبيرة الضخمة على شكل وطبيعة أداء الشركات إجمالا، و أدت التغيرات اللي بتحدث في السوق العالمي وتسارع ثورة العولمة أدى ده إلى أن الشركات بقت مجبرة مضطرة أن تعمل في نطاق ما يسمى في العولمة. والشركات اللي بتعمل في هذا المجال أو بترتبط به بلاش تعمل، يمكن تصنيفها إلى ثلاث أشكال من أو ثلاث أنواع من الشركات. زي ما أنتم شايفين، النوع الأول هو الشركات التي تجعل الأشياء تحدث، والشركات التي تشاهد الأشياء تحدث، وفي النهاية الشركات التي تندهش لما حدث. ببساطة لو مسكنا الجزء الأولاني وهو الشركات التي تجعل الأشياء تحدث، هي الشركات الفعالة المتدخلة في تطبيقات التوريد على المستوى العالمي أو في تطبيقات التجارة العالمية، تطبيقات التجارة العالمية، بمعنى أنها تشارك وتؤدي وتقوم بمهام ووظائف بفاعلية وتشترك في ما يسمى ب التجارة على المستوى العالمي أو بالعولمة في جميع المجالات. لذلك أنها بتوصف بأنها شركات تجعل الأشياء تحدث، باعتبار أن هي اللي بتشارك وبتعمل وبتؤدي وظائف وأنشطة فيها. في نوع تاني أقل، وهي الشركات التي تشاهد الأشياء تحدث، هي متابعة،
يعني هو كل أدائها أو شكل أدائها أو طبيعة اللي بتقدمه إنها تتابع فقط، إنها تتابع فقط الأشياء التي تحدث، تستوعب ما يحدث، إلا أنها لا تشارك فيه ولا تحاول المشاركة فيه، هي فقط للمشاهدة، كأنك تشاهد مباراة أو كأنك تشاهد فيلم تلفزيوني أو سينمائي أو إلى آخره، هي بالضبط زي كده، لا تشارك، ولكن أكثر ما تقوم به من مجهود أنها تشاهد فقط. النوع الأقل كمان في من ذلك هي الشركات التي تندهش لما حدث، هي شركات لا تشارك وربما لا تشاهد، ولكن يحدث بعض الأمور تعلم بها فتندهش أنها حدثت، لأنها لم تشارك فيها ولأنها لم تشاهدها وهي تحدث. ده بمعنى الثلاثة أو تفصيلا للثلاثة، الثلاث أنواع من الشركات. الثلاث أنواع من الشركات دول لما ظهروا وبدأ يحدث تقسيم للشركات بهذا الشكل، ضغط ده على الشركات ان هي تحاول ان هي تواكب التطور العصري الحديث. في عند شركات بتشارك وبتستفيد وفعالة وتقوم بالأداء وتقدم وظائف وتقدم أنشطة وتعمل في مجال العولمة أو في مجال التجارة العالمية على المستوى العالمي بفاعلية، واللي بيتفرج واللي بيندهش لما بيحصل حاجة وبيستغرب، ده كله أدى إلى أن الشركات أصبحت ملزمة في غالب الأحوال بأن هي تحاول أن تطور من نفسها. هذا التطوير حتى تستطيع أن هي تتماشى أو تواكب التطورات التي تحدث في المجتمع أو في هذا العصر، وهي تحاول في ذلك الاجتهاد أو التطوير أو المواكبة عشان تستطيع أن هي تستمر، علشان تستطيع أن هي تبقى في المجال. الشركات بتحاول أن هي تطور من نفسها أو تواكب التطور أو تحدث بعض النقلات النوعية داخل الشركة حتى تتماشى مع منافسيها، حتى تستطيع أن تستمر، فالقطر بيعديه ما بيلحقوش تاني. يعني هذا التطور الحادث السريع والمتسارع بسبب العولمة ودخول أو كون أن العالم أصبح قرية صغيرة بسبب كثافة ورقي وتطور مستوى الاتصالات على مستوى العالم، جعل من المنافسة أمر صعب المنال، فالمنافسة لم تعد كالسابق منافسة داخلية داخل وطن أو داخل دولة أو داخل قطاع من دولة، ولكن أصبحت هذه المنافسة منافسة كبيرة جدا، ومنافسة ما بين شركات عالمية، فمن يستطيع الوقوف أمامها إن لم يكن لديه من التطور من القدرة من القوة ما يساعد على ذلك. والسبب في هذه التطورات وفي هذه الضغوط وفي محاولات التطوير داخل الشركات هو ظهور قوة أو قوتين هائلتين هما اللي بيحددوا النهاردة شكل وطبيعة الاقتصاد العالمي شكله إيه. القوتان هما التقنيات والعولمة. العولمة واحنا عرفنا هو العمل على المستوى العالمي أو المستوى الدولي، وأن يصبح العالم كقرية صغيرة. هذه القرية الصغيرة يستطيع كل فرد فيها أن يتواصل مع الآخرين مهما بعدت المسافات الجغرافية. عولمة ده يعني ما يقصد بالعولمة. أما بالنسبة للتقنيات هي الجزء الثاني منه، لأن لولا أن التقنية ارتفع مستواها، أن التطور التكنولوجي قد ارتفع، أن التطور التكنولوجي الخاص بالاتصالات والإنترنت إذ لم يحدث، فلن يحدث تقنيات بمستوى عالي ولن يحدث
الاتصال ما بين أجزاء وربوع العالم كله. ما كانش العالم بقى زي ما بنقول قرية صغيرة يمكن التواصل بينها وبين بعضها في لحظات وفي ثواني معدودة، انت ممكن تتواصل، ممكن ان انت تشتري، ممكن ان انت تدخل تتاجر او الى اخره. كل هذا لم ولن يحدث الا بسبب انه هناك نوع من التطور الرهيب الذي حدث في مجال الاتصالات وتقنيات المعلومات. ده خلى الشركات تحاول ان هي تطور من نفسها، وهذا التطوير شمل ايضا رأس المال البشري اللي لديها، الافراد والعقول التي لديها. فسعت الشركات الى ان هي تحاول تستقطب، ان هي تحاول تدعو او توظف عقول بشرية عندها خبرات عالية، عندها كفاءة، عندها فاعلية، عشان يكون عندها القدرة على ان هي تواجه هذا التغيير الذي يحدث، ان تتفاعل مع ما يحدث من تغيرات ومتغيرات، وتقوم هي ايضا باجراء بعض التحسينات اللي ممكن هذه التحسينات تساعد في تطوير العلاقة وما يقدم للعملاء، تطوير موقفي التنافسي وقدرتي على المنافسة، طبيعة العلاقات مع الموردين وشكل العمل بالنسبة للموردين. بسبب هذا التطور الذي يحدث ومحاولة الشركات لاستقطاب العقول القادرة على التغيير عشان تعمل لها تحسينات في العملاء في علاقتها، أو تؤثر هذه التحسينات في العملاء وتؤثر في المنافسين والموزعين والموردين، أصبح معادلة الربح مختلفة. لم تعد كلمة سابق اللي احنا كنا نعرفها الربح بيساوي إيراد ناقص تكاليف، بل بالعكس أصبحت معادلة للربح أو حساب الربح تمر بتسع معادلات. هذه المعادلات التسعة سنوف نعرضها اسما لفظا ثم نتناولها واحدة وطول الأخرى بالشرح والتفسير. المعادلات التسعة للربحية هي الربح عن طريق الجودة العالية، عن طريق خدمة أفضل، عن طريق أسعار أقل، عن طريق نصيب أكبر في السوق، عن طريق التكيف وتعميم المنتج، عن طريق التطور المستمر، عن طريق الابتكار في المنتج، عن طريق أن أنا أدخل أسواق جديدة، أو عن طريق أن أنا أحاول أكتشف أو أتنبأ بالعميل عايز مني ايه او متوقع مني. اول تلك المعادلات هي الربح عن طريق الجودة العالية. ببساطة تسعى الشركات في هذه المعادلة او في تحقيق المعادلة دي الى انها تحاول ان تقدم اعلى مستويات الجودة، جودة عالية في المخرجات بتاعتها او المنتجات التي تقدمها للسوق او للمنافس، بحيث ان هي تحوز رضا العميل بتاعي. كما سبق ان قلت قبل ذلك في ان رضا العميل يعتبر هو نقطة البداية للربح. فاذا العميل قدمت له سلعة ذات جودة مرتفعة، جودة محترمة، ففي هذه الحالة يمكن ان يكون راضيا، فاذا رضى سوف يقوم بالشراء مرة أخرى أو تتكرر عدد مرات الشراء، وإذا تكررت عدد مرات الشراء بمستوى عالي فده يبقى اسمه ولاء العميل للخدمة اللي انت بتقدمها أو للسلعة اللي انت بتخدمها أو للعلامة التجارية أو لشركتك. بتزيد عنده الإيمج أو الصورة الذهنية بتاعت شركتك بسبب أنك تقدم جودة عالية. من منا يستطيع أنه هو ينكر أول ما بيفكر في أنه يشتري جهاز كهربائي للمنزل أنه يفكر دائما في سوني؟ ليه؟ هي احنا عندنا الاسم، الايمج اللي مرتبط بالاسم ده مرتبط بمستوى جودة عالي جدا، مستوى رفاهية عالي جدا. المعادلة التانية وهي تحقيق الربح عن طريق خدمة افضل، والخدمة الافضل ترتبط بالجودة العالية. يعني انا عايز اقدم سلعة، عايز اقدم خدمة تحوز رضا العميل بتاعي،
فلا بد من أن أقوم بتطوير وزيادة مستوى جودة الخدمة اللي بقدمها. الخدمات، في خدمات قبل الشراء وأثناء وبعد الشراء، وده سبق إن احنا اتكلمنا عن مراحلها، ولكن الخدمة إجمالا هي يمكن قياسها فقط من جودتها أو عدم جودتها. ولذلك دائما ما تسعى الشركات إن هي تقدم خدمات جيدة، خدمات لها تأثير نفسي ووقع نفسي على العميل. كل ما الشركة استطاعت إن هي تقدم خدمة أفضل وكلما طورت في خدمتها التي تقدمها، كلما ده أدى إلى زيادة في رقعة المشترين، زيادة في عدد العملاء المتعاملين معايا في ماركتي، فلذلك ده بيؤدي إلى زيادة في عدد الوحدات المباعة أو في المبيعات اللي بيحقق ربحية أعلى. المعادلة الثالثة يا أخواننا ويا أخواتنا هي الربح عن طريق أسعار أقل. تقول لي كيف أتحقق ربحية عن طريق أسعار أقل؟ إذا أنت خفضت سعرك عن سعر المنافسين بقدر مقبول، فسوف يكون الإقبال على الشراء من ماركتك أو من سلعتك اللي أنت بتقدمها بحجم أكبر مما كان عليه من قبل. حجم المبيعات الكبير يؤدي إلى زيادة الربحية. تقول لي إزاي برضو ده أنت خفضت السعر؟ فلنفرض لو كنت أنت بتبيع حضرتك سلعة ما بمئة ريال، وكان المعتاد ان انت تبيع مثلا في الاسبوع 1000 وحدة، اذا نزلت ال90 ولا ال80 وبدون خسارة طبعا، لن يظل عدد الوحدات المباعة ثابتا عند 1000 ولن يقل بل سيزيد، فهيبقى اكتر من 1000، ممكن 1500 وحدة، 2000 وحدة في الاسبوع. ده بيدي هامش ربح، يمكن يكون هامش الربح في الوحدة الواحدة أقل، ولكن هامش الربح في عدد الوحدات الكبيرة اللي هو 2000 وحدة أعلى. فمثلا برضو للتوضيح وبالأرقام، لو افترضنا أن حضرتك كنت الأول بتكسب، لو كنت الأول حضرتك بتكسب 25 ريال لما كنت بتبيع ب100 ريال، فلما تبيع ب90 هتكسب 15. 1000 وحدة في 25 ريال مكسب للوحدة الواحدة ب25000 ريال، بينما لو بعت ب90 وقلت ان العدد الوحدات زاد ومثلا وصل الى 2000 وحدة مباعة في الاسبوع، فسيكون 15 ريال للوحدة الواحدة، لان انت بتبيع ب90 دلوقتي، ربحيتك 15 ريال فقط. 15 ريال في 2000 وحدة ب30000 ريال. الهامش بتاع الوحدة الواحدة انخفض، ولكن الربح الإجمالي أو مجمل الربح أصبح أكبر، لأنه وصل إلى 30000 ريال بدلا من 25000 ريال. ده مثال شكلي بالأرقام عشان نوضح يعني كيف يكون الربح من خلال أن أنا أخفض الأسعار. أما المعادلة الرابعة اللي احنا كنا قلنا عليها من شوية، وهو الربح عن طريق نصيب أكبر في السوق. يبقى أنت عشان تربح أو تتحقق ربحية لابد أن تتحصل أولا على نصيب أكبر في السوق، وعشان تتحصل على نصيب أكبر في السوق 1 و2 و3 اللي فاتوا دول يساعدوك. يعني يجب أن تقدم جودة عالية للمنتج بتاعك أو في المنتج بتاعك للمستهلك ويقتنع بهذه الجودة ويرضى عنها، أن تقدم خدمات ما قبل وما بعد البيع وأثناء كمان بشكل أعلى وبشكل أفضل، كمان أن أنت تخفض من السعر بتاعك عما سبق. وإحنا ادينا مثال بالأرقام لتخفيض السعر قد يؤدي إلى إيه. هو مش إحنا لما كنا بنتكلم دلوقتي في الأمثلة الرقمية قلنا الأول كنا بنبيع بسعر 100 ريال ولكن كنا بنبيع 1000 وحدة فقط، ولما انخفض السعر إلى 90 ريال أصبحت ببيع 2000 وحدة، معنى كده أن نصيبك السوق قد ارتفع ولا لا؟ لن يتحقق النصيب السوقي الأكبر إلا بتحقيق الثلاثة اللي فاتوا أو بعض منهم، بس لازم يحصل. لن يزيد النصيب السوقي
مع ثبات العوامل الخارجية إلا إذا أنت قدمت جودة عالية في المنتج بتاعك، إذا قدمت خدمات ذات مستوى عالي ومرتفع، أو خفضت من سعر بيع الوحدة. وأنا بقول أو بمعنى أنه ليس شرطا أن الثلاثة تحصل مع بعض، ولكن على الأقل واحدة أو ربما اثنين منهم يحقق نصيب أكبر في السوق. رقم خمسة، الربح عن طريق التكيف وتعميم المنتج فوق احتياجات العملاء. بمعنى ان حضرتك تحدث بعض التطوير او التغيير في صفات المنتج عشان يلاقي او يشبع حاجات ورغبات العملاء. ومثال برضو اللي دائما ما بتكلم فيه واحنا بنشرح شركة سامسونج، حد مثالين لسامسونج، هي حاولت ان هي تشوف احتياجات العميل ايه، فبدأت هي اول من يقدم الجوالات او الاجهزة الرقمية عن طريق التاتش، تاتش سكرين. ده لاقى اقبال شديد جدا من العملاء وحل مشاكل كتير جدا للعملاء اللي عندهم بعض المشاكل في الارتباط العصبي او السيطرة العصبية على الجوالات اللي كانت بتشتغل بالزراير. ده بالنسبة لنا كمثال. المثال الثاني ما توقفتش عند كده، لما اصدرت الجالاكسي اس فكان في 1 و 2 3 لا يصدر منهم الا لونين ابيض واسود، ثم العام الماضي لما اصدرت اس 4 قبل ان تصدر اس 5 مثلا اصدرت اس 4 باربع الوان مختلفه، اللون الابيض والاسود المعتادين، ثم اصدرت معاهم اللون السيلفر الرمادي او الفضي يعني، واللون الذهبي او الجولد. في الحالة دي بدأ الإقبال يزيد والطلب يزيد لدرجة ان حضراتكم لما كنت بتنزلوا تطلبوا السيلفر او الجولد ما بتلاقوهوش، وتحجز ولفترة على بال ما يجي لك الجوال اللي انت عايزه. بمعنى كده هذا التغير او هذا التكيف اللي عملته، عمم المنتج بتاعها على كل الافراد، يعني ايه عممه؟ زود اتساع السوق بتاعه، لان بقى بيلاقي كل الاحتياجات، بقى كل الناس عايزينه، او بقت كل الناس بتقدر تتعامل معاه. ربما بعض الناس لما بتلاقي ابيض واسود بس ما بتاخدش، بتدور على حاجه لون معين مثلا، او ما بتدور على الزراير عايزه حاجه بالتاتش فبتاخد. هو ده ان انا اطور من سلعتي. وهيرتبط برقم خمسة، رقم ستة، الربح عن طريق التطوير المستمر للمنتج. ومثالنا اللي احنا كنا بنقوله ده هو افضل الامثله على التطوير اللي بيحصل للمنتج. النهارده في اربع سنوات عندنا الجالاكسي اس منه من 1 الى 5 مثلا. ابل بتقدم منتجاتها وكل عام او كل عام ونصف بتصدر منتج مطور على المنتج السابق. كلما طور من المنتج كلما ادى الى زياده المبيعات، الى توسع الرقعة اللي بتعامل معاها، نصيب السوق بيزيد، وده بيؤدي الى ربحية من خلال تطوير المنتج نفسه. برضو هنرجع لرقم لشركة سامسونج لما نيجي نستعرض برضو رقم سبعة، الربح عن طريق الابتكار في المنتج. لسه كنت بقول في الامثلة دلوقتي لما سامسونج جت قدمت الجوالات التاتش، لما سامسونج جت قدمت التلفزيون اللي يمكن السيطرة عليه من بعيد عن بعد دون ريموت كنترول، واصبح ريموت كنترول هو ايدك ان انت بتفتح وبتقفل، او ان انت بتعمل كده من بعيد 2 3 5 متر، بتعمل كده بتقلب القناة، او بتعمل كده بتقفل وبتفتح والى اخره. كل دي نوع من انواع التطوير المبتكر او الابتكار في المنتج.
واكيد الناس لما بينزل اعلان لمنتجات زي دي بيبقى في بعض الناس اللي بيبقى عندها رغبه في ان هي تستحوذ او ان هي تحصل او تمتلك السلع او الخدمات المطوره او ذات الابتكار العالي دي، لان هي ممكن تكون بتوفر عليها كثيرا، بتكتسب من وراها كثير، بتتعامل معاها بشكل مكثف. كل دي بيؤدي الى مبيعات بشكل اكبر بعدد وحدات اعلى، فبيؤدي الى الربحيه للمنتج بتاعي. نيجي بقى الرقم 8، الربح عن طريق الدخول في الاسواق ذات النمو العالي. هنا ده دور قسم التسويق او اداره التسويق اللي بتقوم بدراسه كل الاسواق اللي هي ممكن تتعامل معها. يعني انا لو انا في المملكه هنا ادرس الاسواق اللي موجوده بتاعه الخليج، وبعض اسواق الشرق الاوسط، بعض اسواق اوروبا، وبعض اسواق امريكا. ادرس هذه الاسواق عشان اشوف ايه هي الاسواق فيها اللي بيحصل فيها بيع بمستوى عالي او نمو بمستوى عالي، المستوى الاقتصادي بيزيد بمستوى عالي. كلما استطعت ان انت تحدد هذه الاسواق، وكلما وضعت الخطط الاستراتيجية التسويقية للتسويق ولدخول هذه الأسواق، كلما أمكنك أن أنت تزيد من حجم مبيعاتك اللي بيؤدي في النهاية إلى زيادة مستوى الربحية العام لحضرتك. يعني اللي أنا أقصده أن الربح في هذه الحالة يتحقق عن طريق أن أنت تفتح أسواق جديدة، بس ليس شرطا أن أنت تفتح أسواق جديدة، ولكن أن تفتح أسواق جديدة من الأسواق التي تعلم أو اللي أنت درستها وتأكدت من أن مستويات النمو فيها مرتفعة جدا. نيجي للمعادلة التاسعة، وهي المعادلة اللي تعتبر من المعادلات المهمة جدا، لأن أي عمل أو أي شركة، أي مؤسسة، أي بزنس، أي أعمال تجارية هدفها هو واحد، هو خدمة العميل. ولأن هدف حضرتك أو هدف أي شركة من الشركات هو تحقيق إشباع لحاجات ورغبات العميل، فده بنقول إن هو من النقاط الهامة جدا التي تؤثر على مستوى الربح. فإذا استطعت أن تتنبأ بطلبات العميل أو بحاجاته ورغباته المستقبلية، أي أنك استبقت التوقعات بتاعة العميل منك، أو بدأت تكشف أو تكتشف ما الذي يحتاجه العميل منك وقدمته له مسبقا. طب إيه رأيك في الحالة دي يحصل إيه؟ مستوى اللي الطلب من العميل هيبقى على المنتج بتاعك المطور الحديث الذي يعني هو لسه هيفكر فيه، لسه رايح يحتاجه، أنت بقى فكرت. وطبعا ده برضو محتاجة لدراسات سوقية محترمة ودراسات للعملاء اللي انت بتتعامل معاهم واللي موجودين في الأسواق اللي بتتعامل معاها. لأن المشكلة أن التعامل مع العميل على أنه كونستنت، على أنه ثابت، ده صعب. العميل أشخاص، الأفراد، احنا بطبيعتنا كبشر دائما ما بنختلف أو بتتغير اتجاهاتنا من فترة إلى أخرى، ومستوى احتياجاتنا بيختلف من فترة إلى أخرى، وبنحتاج إلى تطوير في كل الأدوات والمعدات اللي بنتعامل معها وبنستخدمها. فإذا أنت استطعت أنت كمؤسسة من المؤسسات من خلال دراساتك للسوق أن أنت تتكيف أو أن أنت تكتشف أو تتوقع أو تتنبأ بما هي احتياجات العميل المستقبلية، فسوف يحقق لك عدد أو نسبة كبيرة من المبيعات أو زيادة في المبيعات يؤدي إلى ربحية. يبقى كده بسبب ما حدث من طفرة على المستوى العالمي وظهور القوتين اللي قلنا عليهم، وهو العولمة والقوة التانية هي التقنيات، ده خلى الشركات تسعى إلى تحقيق الربحية من خلال معادلات مختلفة، وده من خلال استقطابها للعديد من العقول التي توصف بأنها عندها القدرة على التغيير، العقول التي توصف بأنها لديها الخبرة، القدرة على إجراء التحسينات في التعامل مع العملاء، مع المنافسين،
الاتجاه ده أدى إلى ظهور اتجاهات حديثة مختلفة لتحقيق الربحية. هذه الاتجاهات تمر بتسع معادلات اللي احنا شرحناهم دلوقتي، نعيدهم إجمالا في سرعة لربط هذا الأمر. هي تحقيق الربح عن طريق الجودة العالية، تحقيق الربح عن طريق خدمة أفضل أو تقديم خدمة أفضل للعملاء، تحقيق الربح عن طريق تخفيض الأسعار بقدر مقبول، ده بيؤدي إلى تحقيق نصيب أكبر في السوق، الربح عن طريق نصيب أكبر في السوق. كمان ممكن نحقق الربح عن طريق إن أنا أقدم منتجات تسد حاجات ورغبات العملاء، وبرضو تحقيق الربح عن طريق إن أنا أطور المنتج بتاعي باستمرار. ممكن عن طريق إن أنا أبتكر في منتجي وأقدم، وإحنا أدينا فيه أمثلة هنا بالذات بالنسبة لسامسونج. ممكن تحقيق الربح في المعادلة التامنة عن طريق إن أنا أدخل في أسواق أنا أعلم أو درست أو اكتشفت أن مستويات النمو فيها عالية، وفي النهاية أيضا يمكننا أن نحقق الربح عن طريق التنبؤ أو عن طريق استباق توقعات العميل أو التنبؤ بتوقعات العميل. عشان كده عشان تحقق هذه الأرباح من خلال المعادلات التسعة السابقة، فاحنا محتاجين ان احنا نركز ونفهم شوية بعض القنوات التصنيعية او قنوات التصنيع التي نعتمد عليها. هذه القنوات التي سوف نتعامل معها هي خمسة قنوات، وسوف نتناولها الان ان شاء الله بالشرح تفصيلا. هي المنتج وعملية الانتاج والتوريد والتجهيز أو التزويد. عملية الإنتاج قلناها، ثم التوزيع وإدارة الطلب. تعالوا نتعامل مع واحدة واحدة. أولا المنتج، كيف تتحدد عمليات الإنتاج نفسها؟ تتحدد عمليات الإنتاج من خلال تصميمك للمنتج، بمعنى أن تصميم المنتج أحيانا يحتاج إلى بعض الآلات والمعدات التكنولوجية العالية، وقد يحتاج أيضا في نفس الوقت إلى بعض المكونات أو المواد الخام اللي بتدخل في تصنيعه التي نحتاج إليها من أماكن مختلفة أو من أماكن متباعدة. لذلك تصميم المنتج بيؤثر في عملية تحديد عمليات الانتاج وشكل عمليات الانتاج. وعلى اساس كمان تصميم المنتج، التصميم اللي انت بتحطه المنتج بتاعه، قلنا ان انت ممكن يحتاج الى تكنولوجي عالي في الالات اللي هتصنعه، او يحتاج الى مواد خام لها صبغة معينة. فعلى اساسه بيتحدد عمليات الامداد بتاعتك كيف تتم وما هي متطلباتها. عمليات الإمداد بتاعتك اللي بتشمل النقل والتخزين والتسليم، فما الذي يؤثر على عمليات النقل، على المخزون وعمليات التخزين، على التسليم ووقت التسليم نفسه للبضاعة؟ الذي يؤثر على ذلك هو تصميم المنتج اللي انت بتقدمه. ادي اول قناة من القنوات التصنيعية اللي بنتكلم فيها، واحنا قلنا ان هناك خمسة قنوات تصنيعية يمكن ان احنا نتناولها في هذا الامر عشان نحقق الارباح بالشكل المعادلات التسعة السابقة. القناة التصنيعية التانية هي الانتاج وعمليات الانتاج نفسها. واللي احنا عايزين نأكد عليه هنا ان عملية الانتاج او الانتاج الاثنين ليهم علاقة قوية جدا بعملية تصنيع المنتج، وأنه يسير من داخل الشركة إلى أماكن تسليمه، ثم وصولا في النهاية إلى العميل النهائي. لذلك هتلاقي إن الإنتاج والعمليات لهما تأثير قوي جدا في نفس النقاط اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، اللي هي المخزون والنقل والتسليم ووقت التسليم. عملية الانتاج
والعمليات الخاصة بإخراج منتج ليك أو بالتدفق بتاع المنتج وسيره في خطوطه من ساعة خروجه من المصنع وحتى وصوله لآخر مستهلك بتأثر في المخزون إزاي؟ ما هو عملية الإنتاج دي بتعتمد على المخزون اللي عندك. فإذا كان سير العمليات الإنتاجية عندك بيحتاج أو بيتطلب أحجام معينة من المواد الخام والمواد النصف مصنعة، أصناف معينة من المواد الخام، كميات معينة من المواد الخام، فلا بد أن تتوفر هذه الكميات أو الأصناف أو الصبغات المختلفة من المادة الخام والمواد النصف مصنعة اللي أنت بتقوم بها بعملية الإنتاج. بمعنى ذلك أن عملية الإنتاج نفسها والعمليات والتصنيع بتؤثر على المخزون. كيف تؤثر في النقل؟ تؤثر في النقل أيضا من خلال أن الكميات إذا كلما قل حجم وعدد الوحدات اللي أنت عايزها في المخزون أو اللي أنت هتقوم بها بالإنتاج، قل النقل وقل تكلفة النقل وقل مساحات النقل، مما يخفض من تكاليف التخزين نفسها. أيضا وقت التسليم يتأثر بكلاهما، بالإنتاج والعمليات التصنيعية. كيف يتأثر وقت التسليم؟ سير العملية الإنتاجية بشكل سليم كما هو مخطط له، سيتم تسليم المنتج في وقته المحدد. أما إذا كانت عمليات الإنتاجية فيها بعض المشاكل أو بعض الأمور التي قد تعوق أو توقف أو تؤثر على العملية الإنتاجية أو على تدفق المنتج، فسوف يتأثر وقت التسليم أيضا. ده بالنسبة للمنتج وتأثيره والإنتاج وتأثيره. أما بالنسبة للقناة التصنيعية الثالثة وهي عملية التوريد أو التزويد أو التجهيز. عملية التوريد يعني بداية من عند بداية المورد، أيا كان المورد مين، لو احنا هنروح من أول واحد اللي كان في الحقل اللي بي 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 بيزرع ولا اللي بيستخرج من بطن الأرض وحتى وصولا إلى الباب بتاع المصنع عشان يدخل للإنتاج، هي دي عملية التوريد أو التزويد أو التجهيز. المرحلة دي مرحلة مهمة جدا في عملية التصنيع، وهي المرتبطة بالمشتريات. هجيب مواد الخام منين؟ هجيب أو من الذي سوف يقوم بعملية التوريد والتزويد ليه؟ لأن على أساس المشتريات دي اللي هي بتاعت المواد الخام وبتاعت المواد النصف مصنعة سيتم التصنيع على أساسها. فلذلك احنا بنقول بترتبط بي على عمليات التزويد والتجهيز وتؤثر أيضا في المشتريات، وهي حلقة هامة جدا أو جزء هام جدا من إدارة سلاسل الإمداد والتوريد. وإحنا قلنا أن هي السلسلة ليها ثلاث أجزاء، الجزء الأولاني هو التوريد، الجزء الثاني هو التصنيع، الجزء الثالث هو الإمداد. التوريد اللي إحنا قلنا عليه أنه هو من عند المورد وصولا لغاية المصنع. التصنيع هي العمليات التصنيعية وتدفق المنتج داخل المصنع ووصولا إلى منتج تام الصنع نهائي يخرج من باب المصنع. تبدأ فيه المرحلة الثالثة اللي هي عملية الإمداد، اللي هي عملية نقل البضاعة أو تسليم البضاعة أو المنتج التام بتاعك من أول إيدك كمصنع أو كصاحب مؤسسة صناعية وصولا في النهاية إلى المستهلك النهائي، مرورا بالعديد من الحلقات، ربما يكون وكالة وجملة وتجزئة، أيا كان السلسلة بتمشي إزاي. الحلقة التصنيعية الرابعة هي التوزيع. انت بتوزع ايه منتج نهائي؟ يعني انت بتوزع السلعة بتاعتك، اي انه يتم الربط هنا ما بين العمليات الانتاجية اللي تمت في المصنع وخروجها في شكل منتج نهائي من بوابة المصنع طبعا وصولا الى المستهلك النهائي داخل السوق اللي انت بتبيع فيه. فهي تربط ما بين امرين، ما بين حاجتين، عملية الانتاج وما بين السوق.
كما أنها تؤثر على العمليات الإمداد، إمداد لأن الجزء بتاع الإمداد اللي هو بيبدأ من خروج المنتج من المصنع من عملية الإنتاج ووصولا إلى المستهلك النهائي، تؤثر على عمليات الإمداد اللي هي اللوجستيات، بسبب أن متطلبات السوق للخدمة بشكل كفء أو فعال تؤثر في هذه العملية، في عملية الإمداد دي. أنت لازم تقدم منتج ذو كفاءة معينة وله فاعلية في الاستخدام بالنسبة للمستهلك اللي هو المفروض تحاول انك تقنعه انه يقتني السلعة بتاعتك. في النهاية الحلقة او القناة التصنيعية الخامسة والاخيرة هي اداة ادارة الطلب. كيف يدار عملية الطلب؟ انت اللي تدير الطلب ولا الجمهور اللي بيطلب؟ لا، انت يفترض كمسوق او كمصنع او كتاجر كبائع كمستثمر ان انت اللي تحث على الطلب، اللي انت تشجع الطلب من العميل، تشجع العميل انه يطلب منك. فإدارة الطلب بتبقى في الحالة دي محتاجة أنشطة وظائف كلها ترتبط بالسوق وترتبط بتوقعاتك لما سوف يتطلبه العميل أو ما يطلبه العميل منك، وتقوم بالتنسيق داخل السوق عشان تقدم أو تنشط من مبيعاتك. دي القناة الخامسة التصنيعية الخامسة. يبقى احنا كده قلنا عشان تحقق التسع معادلات أو أكبر قدر ممكن من المعادلات عشان تحقق الربحية بتاعتك، ده استدعانا ان احنا نشير الى بعض القنوات التصنيعية اللي احنا حصرناهم في خمس قنوات وفصلناهم دلوقتي. هذه القنوات الخمسة هي المنتج والإنتاج والتزويد أو التجهيز أو التوريد والتوزيع، وفي النهاية كانت إدارة الطلب. بعد كده اسمحوا لي بقى أن احنا نشوف كيف يمكن إدارة سلاسل التوريد على مستوى عالمي. عشان ندير سلاسل التوريد على مستوى عالمي يمكن أن احنا هنا ناخد هذا المثال أو الشكل لكيف تسير العلاقات داخل الأسواق العالمية ووصولا إلى الشكل العالمي اللي احنا عايزين نوصل له في سلسلة التوريد. اجمالا هنبدأ بالاستراتيجية هنا زي ما حضراتكم شايفين، والاستراتيجية تتضمن وترتبط بعمليات التنسيق، كما انها ترتبط ايضا بإدارة الاصول والموجودات. إدارة الاصول والموجودات اللي احنا عرفناها من محاضرتين سابقتين، ممتلكات اللي موجود في المخزون، كما ترتبط بشكل آخر أيضا بالزبائن. ولكن لاحظوا يا أخواننا ويا أخواتنا أن الاستراتيجية الأسهم اللي بتدل على العلاقة هي أسهم مزدوجة، بمعنى أن كلاهما يرتبط مع الآخر بنفس العلاقة، كما أن كلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر. فمثلا حضرتك السهم الاولاني هنا لو لاحظ كده مع الاحمر بقى بتاعي هنا هتلاقي ان في سهم رايح الناحيه دي وسهم رايح الناحيه دي. اللي عايز اوصله لحضراتكم يا اخواننا واخواتنا ان الاستراتيجيه العالميه لسلاسل الامداد والتوريد، الخطه طويله المدى لسلاسل الإمداد والتوريد على المستوى العالمي، فهمنا كده بقى الاستراتيجية اللي نقصدها هنا، بترتبط بالعديد من الأمور الهامة وأولهم إدارة الأصول الموجودات. فالاستراتيجية اللي احنا حاطينها لإدارة سلاسل الإمداد والتوريد عالميا
تؤثر من ناحية أو السهم ده على إدارة الأصول والموجودات، وهذه الموجودات المخزون يؤثر على الاستراتيجية أو الأسلوب اللي أنت تعتمد عليه، زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي في النقاط الخمسة اللي فاتت. من ناحية تانية هتلاقي أن الاستراتيجية تؤثر على عمليات التنسيق التي تتم. وبص حضرتك كده هتلاقي أن السهم هنا أهو، وفي الناحية التانية السهم رايح للناحية دي، بمعنى أن للتنسيق أثر أيضا على الاستراتيجية. وهنا الاستراتيجية المعتمدة، وهنا آدي سهم من ناحية دي وسهم من ناحية دي، يؤثر الاستراتيجية في الزبائن كما أن الزبائن تؤثر في الاستراتيجية أو في الخطة. الموضوع إزاي تؤثر الزبائن؟ طب ما الاستراتيجية هتؤثر في الزبائن، أنا موافقك ماشي، لأن الخطة اللي أنت حاططها مرتبطة بأن أنت بتبيع حاجة للزبون فهتأثر في الزبون، آه ماشي، إنما كيف يؤثر الزبائن في الاستراتيجية؟ يؤثر الزبائن من خلال أنهم لهم حاجات ورغبات يجب أن يتم إشباعها، فلذلك يجب علينا أن تكون الاستراتيجية الموضوعة لإدارة سلاسل الإمداد والتوريد عالميا هي استراتيجية مرنة قابلة للتغيير أو قابلة للتعديل والتطوير حسب حاجات ورغبات الزبون، بمعنى أنه كلما تغيرت حاجات ورغبات الزبون أكيد سيؤثر على الاستراتيجية الموضوعة فتتغير هذه الاستراتيجية. أعتقد الشكل العام كده واضح. نسيبنا بقى من الاستراتيجية اللي فوق وتعالوا لإدارة الأصول والموجودات. احنا قلنا العلاقة هنا، ولكن هل تؤثر إدارة الأصول والموجودات على أمور أخرى أو تتأثر بأمور أخرى؟ نعم. نسيبنا برضو من الاستراتيجية دلوقتي، هنا أو هنا، خلينا بقى هنلاقي إن العلاقة ما بين إدارة الأصول والموجودات أيضا علاقة مزدوجة بينها وبين التنسيق. لابد أن يتم تنسيق للمخزون والموجودات اللي موجودة. ما احنا قلنا إدارة المخزون اللي هو الممتلكات اللي عندي أو المخزن اللي عندي أو المواد المخزنة، وإحنا سميناها الموجودات من قبل كده. فهل تؤثر الموجودات وإدارتها على التنسيق والتنسيق يؤثر عليها؟ تعالوا نشوف الكلام ده ازاي. عمليات التنسيق ما بين عناصر ومنظمات سلاسل الإمداد والتوريد يؤثر على الموجودات أو يؤثر على الأصول، لأن كلما كانت السلسلة واضحة ومحددة وهناك اتصال وكشف للمعلومات بينهم من بعضهم لن تتوقف السلسلة على أحد أو على شيء، وسوف يتم إمداد أو الامتداد بينهم وبين بعضهم والتوريد باستمرار بشكل ثابت ومفصل حسب العقود المبرمة بينهم. بمعنى أن عملية التنسيق تؤثر على ما يوجد داخل المخزن، لأن لو ما فيش تنسيق يبقى اللي في المخزن ممكن يقل أو ينخفض أو ينعدم، إنما في تنسيق فيبقى في عندي موجودات في مخزون عندي أستطيع أن أنا أقوم به بعملية الإنتاج والتصنيع مباشرة. طب ده تأثير التنسيق في الأصول. كيف تؤثر الأصول الموجودات في التنسيق؟ أنت لو موجوداتك قلت أو لا تفي باحتياجاتك الإنتاجية والتصنيعية فسوف تسعى إلى تحقيق نوع من التنسيق بينك وبين الموردين، يبقى إدارة الأصول والموجودات تؤثر في عمليات التنسيقية الموجودة. من ناحية تانية هناك علاقة ما بين إدارة الأصول والموجودات أيضا، وعلاقة مزدوجة ما بين إدارة الأصول والموجودات والزبائن وبين الزبائن وإدارة الأصول والموجودات. إزاي؟ أولا أنت بتنتج لمين؟ أنا بنتج عشان أشبع حاجات ورغبات الزبون. طب أنت بتعمل منتج شكله أيه يشبع حاجات ورغبات الزبون، وعلى أساس هذا المنتج الذي سوف تقوم بإنتاجه أو تقديمه للزبون سوف تحدد ما هي الأصول التي سوف تحصل عليها، ما هي الموجودات التي يجب أن تكون موجودة داخل المخزن بتاعك عشان تنتج المنتج اللي بيقدم حاجة ورغبة أو يشبع حاجة ورغبة للزبون. بمعنى أن الزبون يؤثر على إدارة الأصول والموجودات. نعم، كيف تؤثر الأصول والموجودات على الزبون؟ كلما كان عندي موجودات ومخزون يعني في الشركة عندي في المؤسسة في المخزن عندي بشكل جيد بشكل محترم بشكل يكفي لتقديم منتجات تفي بحاجات تسد تشبع حاجات ورغبات الزبون، كلما أثرت الأصول والموجودات على الزبون.
يتبقى لنا بقى علاقة الزبائن بالتنسيق. اهي اهي، وها برضو هي علاقة مزدوجة. كده احنا خلصنا من الموجودات، يتبقى لنا بقى التنسيق والزبائن. التنسيق داخل السلسلة كلها على المستوى العالمي يؤثر على الزبائن، نعم. كلما كان عملية التنسيق بشكل جيد وفرت أصول وموجودات. هذه الأصول والموجودات سوف نستخدمها في عملية تصنيع المنتج اللي عايزه الزبون. هو التأثير ربما يكون غير مباشر، لا، في مباشر، طالما في سهم من هنا يبقى في تأثير مباشر. كما أن الزبون نفسه يؤثر على التنسيق، فأنت تقوم بالتنسيق لسد حاجات أو لإشباع حاجات ورغبات الزبون، بمعنى أن العلاقة مزدوجة ما بين التنسيق والزبون. أخيرا، الشكل اللي قدام من حضراتكم من الأشكال المهمة، وطالما أنا اللي رسمه مش من الصور يا إخوانا وهو رسم، فهو من الأشكال التي يمكن أن تكون موضع لسؤال. وعند حضراتكم 5 نقاط هي الاستراتيجية وإدارة الأصول والموجودات والتنسيق والزبائن. قد يكون هناك 5 أماكن للسؤال في هذا، 5 أماكن للأسهم. والأمر ده للتنبيه، فذكر إني بلغت، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. أعيد تاني ببساطة وبسرعة وفي أقل من نص دقيقة. لإدارة سلاسل الإمداد والتوريد على المستوى العالمي علاقات يدخل فيها الاستراتيجية التي توضع للتنسيق سلسلة التوريد والموجودات الموجودة بالمخزن التي نقوم بالإنتاج على أساسها والزبون، وهذه العلاقات علاقات مزدوجة ما بين كل 2 منهم، وإحنا شرحنا كيف تكون هذه العلاقة وكيف يؤثر كل منهما في الآخر. بعد كده ننتقل إلى العوامل التي تؤثر في الدخول إلى الأسواق العالمية. هناك 6 عوامل تؤثر على دخولك للسوق العالمية، قد تزيد أو تقلل من فرصك في الدخول للسوق العالمية. هذه العوامل هنبدأ ان احنا نقولها برضو زي ما قلنا او زي ما تعودنا ان احنا نقولها لفظيا ثم نشرحها واحدة واحدة. العامل الاول هو قدرة او طاقة السوق بتاعتك والتنوع الجغرافي، تجاوز طاقة الانتاج، المنتجات القريبة من نهاية دورة حياتها، مصدر المنتجات والاشكال الجديدة، ثم المنافسة الاجنبية في السوق المحلية. لو احنا عايزين نتكلم على تلك العوامل بالشرح وبالتفصيل هنبدأ من نمسك منهم عامل عامل للتوضيح. العامل الاول هو قدرة او طاقة السوق على الاستيعاب، يعني في أسواق تستوعب أي أنواع من السلع وأي كميات من السلع، فهي أسواق استهلاكية، بمعنى أن هذه الأسواق أو هذه الدول مستويات أو كميات التصنيع فيها للمستهلك النهائي قليلة، ربما تكون نادرة، فغالبا ما تعتمد على الاستيراد. هذه الشركة، هذه الدول، هذه الأسواق قدرتها الاستيعابية أو طاقتها الاستيعابية بتبقى كبيرة جدا. وهناك على العكس في الدول الصناعية الكبرى، واحنا عارفين الجريت 7 أو الجريت 8 آسف، هي بتقوم بتصنيع كل المنتجات أو في الغالب 90% من المنتجات اللي بتقدم للمستهلك النهائي في السوق النهائي. قارن ما بين الاثنين، اروح فين افتح سوق جديد لنفسي؟ في دراساتك السوقية الاول قبل ما تروح تفتح سوق او تخش سوق من الاسواق الجديدة عليك،
يجب أن تحدد ما هي الطاقة الاستيعابية أو القدرة الاستيعابية للسوق اللي أنت عايز تقدم أو تدخل فيه. فقد تخطط وتنفق وتبذل من المجهود لدخول بعض الأسواق، ولكن هذه الأسواق تكون شبه مغلقة، شبه مغلقة لأسباب، ربما تكون طاقتها الاستيعابية صغيرة أو بسيطة أو قليلة، ربما هناك بعض العوامل السياسية أو التشريعات السياسية التي تمنع دخولك، ربما تكون السوق مشبعة من المنتج اللي انت بتقدمه، هي محتاجة ولكن مشبعة، ربما يكون هناك منافسين على مستوى عالي جدا ويسيطرون على السوق كامل السيطرة. كل هذه الأسباب قد تبعدك تماما أو تجعلك تفشل في دخول هذا السوق. بينما إذا حصل العكس أو حصل العكس، حدث العكس، يعني أن السوق تكون مفتوحة وهناك تزايد وتنامي للطلب داخل هذا السوق على السلعة التي تقدمها، ربما أن يكون هناك بعض المنتجات الضعيفة أو بعض الماركات الضعيفة الطلب عليها قليل، وتقدم منتج جيد ذو مستوى جودة عالي، سوف يفتح لك طاقة كبيرة لاستقبال هذا السوق الجديد لك. العامل الثاني الذي يؤثر على الأسواق العالمية هو التنوع الجغرافي. العامل الثاني الذي يؤثر على دخولك سوق عالمي جديد التنوع الجغرافي، بمعنى أماكن متباعدة جغرافية وتختلف فيما بينها، فتقدم انت منتج يكون هذا المنتج يتكيف مع الجغرافيا اللي موجودة. هديكم امثلة ومنها هنا في المملكة، ما تقدمش منتج ستاندرد كده زي البيبسي مثلا. البيبسي بتقدم منتج ستاندرد في اي مكان، لا، انت هتقدم منتج يتنوع في إمكاناته أو يتنوع في القصائص والمواصفات بتاعته مع التنوع الجغرافي. حد يقرب مثال لحضراتكم دلوقتي يجي في ذهنكم السيارات وسوق السيارات، وخاصة السيارات الياباني اللي بتقدم، هتلاقي مثلا شركة التويوتا وشركة مثلا الهوندا تقدم ثلاثة أنواع من المنتجات، المنتج هو بس انت بتسمع حضرتك عن كلمة منتج او سيارة بمواصفات خليجي، ادي جغرافيا اهي، سيارات بمواصفات اوروبية، سيارات بمواصفات شرق اوسطية، دي اللي في الوسط بينهم. بمعنى السيارة التي تقدم للمواصفات الخليجية بتحتاج ان هي تكون مدعمة بامكانيات تساعدها على تحمل درجات الحرارة العالية والصحراء، كده تنوع جغرافي ولا مش تنوع جغرافي؟ انا تنوعي في السلعة حسب جغرافية المكان اللي انا باعت فيها، فيستقبله المكان، يستقبل هذا المنتج بشكل جيد. ليه؟ انت باعت لك مجموعة من السلع اللي تتواءم مع جغرافيتك اللي هي فيها مشكلة. مثلا اما تيجي تبعت مثلا لكندا اللي بتتجمد واحيانا بتصل درجات الحرارة بتاعتها في ديسمبر وفي يناير الى 24 و25 تحت الصفر، لدرجة ان انت لو مشيت تتجمد، وده حصل، اطرافك تتجمد لو مشيت ومش واخد بالك، او انت لسه جاي داخل جديد على المنطقة، فبيحصل ان مستوى الثلج قد يصل الى نصف السيارة تقريبا، او على الاقل يغطي مستوى العجل او الكاوتش بتاع السيارة. هذه السيارات مزودة بكاسحات، سيارات الياباني اللي هي الكورولا فيها كاسحات من ناحية الكاوتشوك وعلى البريبريز الزجاج المذيب للتلج بالنسبة للزجاج عشان القيادة تبقى سلسة، فبتسمى بمواصفات أوروبية أو بمواصفات أمريكية، مواصفات البلد التلج.
وفي بعض الدول التي لا تحتاج لا لهذا ولا لذاك، لا لمواصفات خليجية صعبة ولا بمواصفات أوروبية للثلج، اللي هي المواصفات الشرق أوسطية، الدول اللي الجغرافيا بتاعتها أو الجو بتاعها معتدل. مثلا مثال لمصر، يبقى أنا كمان لو أنا قدمت منتج ستاندرد لمناطق جغرافية مختلفة مش هينجح، قد ينجح ويزيع صوت وينتشر بشكل غير عادي بالمرة في مكان ما اللي يتناسب مع جغرافيته، ولكن في غالبية باقي الأماكن الجغرافية في العالم لن ينتشر، لن يستفيد منه أحد. فلذلك يتم التنويع في المنتج حسب الجغرافيا اللي رايحها، نفس المنتج بس بغير في مواصفاته من الداخل. العامل الثالث من عوامل مؤثرة للدخول في الأسواق العالمية هو القدرة على أنك تتجاوز طاقة الإنتاج. مش فاهمين، عايزين نفهم كيف تتجاوز طاقة الإنتاج. أحيانا بتكون لديك الطاقة القصوى، وفي حاجة اسمها الطاقة التشغيلية. الطاقة القصوى هي أقصى طاقة يمكن أن أنت توصل لها، المكن بتاعك يوصل لها. الطاقة القصوى هي أقصى رقم وحدات يمكن إنتاجه مثلا في اليوم أو في الشهر أو في السنة لمدة زمنية معينة حسب طاقات وقدرات الآلات والمعدات اللي أنت بتشتغل بيها. فعلى هذا الأساس أنت بتعمل في بعض الأحيان بطاقة أقل شوية حسب إمكاناتك أو توفر المدى الخام اللي عندك أو إمكانات العمالة اللي عندك. ممكن الآلات بتاعتك ممكن تكون عندها قدرة لإنتاج 1000 وحدة في اليوم، ولكن أنت لو اشتغلت على 1000 وحدة في اليوم لمدة 15 أيام الرصيد بتاعك من المخزون ينتهي وتقف وتعطل المكن والناس تقف تستوعب من غير شغل. أو ربما تكون الطاقات الإنتاجية للأفراد للعمالة مش قوية، ما عندهمش القدرة أو الكفاءة لإنتاج أو للعمل على مستوى إنتاج الآلات نفسها، إن ما يقدرش ينتج 1000 وحدة في اليوم هو العامل. أو إن تشغيل الآلات عشان يعمل 1000 وحدة في اليوم يحتاج مثلا لعدد ساعات يصل إلى 12-15 ساعة والعامل بيشتغل عندي 8 مثلا. كل دي أمور مختلفة يعني. فإذا كانت طاقتك التشغيلية يدوبك تسد حاجات السوق، طاقتك التشغيلية اللي هي على قد ما أنت بتقدر تشتغل يدوبك بتسد حاجات السوق اللي أنت بتعمل فيه أو اللي أنت متواجد فيه، أنت إزاي ممكن تصدر أو تدخل السوق العالمي؟ طب عشان تخش السوق العالمي معنى كده أن أنت لابد أن تتجاوز طاقة الإنتاج اللي أنت بتعمل بيها عشان يبقى في عندك رصيد فائض. هذا الرصيد أو الفائض من الإنتاج هو الذي سوف يتم تصديره للسوق العالمي أو للسوق الخارجي. ده معنى تجاوز طاقة الإنتاج. تجاوز طاقة الإنتاج التشغيلية اللي أنت بتشتغل بيها لابد أن أنت تشتغل بكمية زيادة تعمل رصيد، رصيد اللي حمصدها. العامل الرابع من عوامل المؤثرة في دخولك للأسواق العالمية المنتجات القريبة من نهاية دورة حياتها في الأسواق المحلية. ربما بعض الشركات، غالبا ده بقى بيحصل فين؟ في أوروبا وفي أمريكا. الشركات هناك بتبدأ تشعر أن المنتجات بتاعتها دخلت في المرحلة الأخيرة من دورة حياة المنتج، وإحنا نعرف أن دورة حياة المنتج أيا كان اتفقنا أو اختلفنا على أنهم 4 أو 5، إحنا بنتكلم دائما في أنهم 4، مرحلة التقديم، الازدهار، ثم الاستقرار، ثم الخروج من السوق. فالشركات في أمريكا وفي أوروبا لما تشعر أنها في نهاية المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الاستقرار وسوف تندحر أو تندثر أو تنحسر مبيعات المنتج بتاعها أو تقل ويبدأ أن هو يقل مستوى المبيعات بتاعه ويخرج من السوق، تبدأ أن هي تقول طب أنا
المنتج بتاعي عشان انا ما انتجتش جديد عليه او ما غيرتش فيه، انا حد اصدره. وهذا من العوامل التي يؤثر في دخولك السوق او عدم دخولك السوق، المرحلة التي يمر بها المنتج اللي انت بتنتجه اثناء دورة حياته. وعادة زي ما احنا بنقول في نواه، في نهاية او في بداية، في نهاية المرحلة الثالثة او في بداية المرحلة الرابعة. مجرد ما بتدخل عليه المرحلة الرابعة بيبدأ الناس تدور على اسواق، يفتح له اسواق يبيعوا بره، ربما لان مثلا السوق بدأ يلفظه هنا داخل البلد اللي هو بينتج فيه، او ان هو شايف ان المنتج ده تكلفته ضعيفة جدا وبيعه بسعر عالي فبيديله هامش ربحية عن اي منتج تاني، او ان هو ما عندهوش المقدرة المالية او المقدرة الابداعية لانتاج منتج جديد، فهو عايز يستمر على نفس المنتج القديم بتاعه. طب اعمل ايه؟ هفتح الاسواق بره. العامل الخامس هو مصدر المنتجات والاشكال الجديدة. انت بتجيب منتجاتك منين؟ الاشكال اللي بتشكلها بتجيبها منين؟ دي من العوامل اللي بتؤثر في عملية دخولك او عدم دخولك السوق. فكلما قدمت اشكال جديدة مبهرة، كلما قدمت اشكال غير متألفة او متعارف عليها او غير موجودة في السوق، كلما كان استيعاب السوق لها كبيرا. انما لو انت قدمت منتج زيك زي غيرك يتماثل مع غيره من اللي موجود في السوق، فهم هيشعروا بان اللي موجود، او اللي زي ما احنا بنقول بالعربي كده، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. فاذا كان اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش في الحالة دي، هيستمر في التعامل مع المنتج المحلي بتاعه، مش هيروح لك. انما كلما انت غيرت في الاشكال وفي الامكانات وفي الخدمات اللي بيقدمها المنتج بتاعك، كلما كان له سوق وكلما امكن ان انت تنقله الى سوق اخر، الى سوق عالمي اكبر ممكن يستوعب اكتر. من اهم ومن اخطر العوامل اللي ممكن تأثر في عملية دخولك للسوق المنافسة الاجنبية في السوق المحلية. انت في سوقك المحلية في منافسة من شركات اجنبية بتنتج نفس المنتجات او بتقدم نفس المنتجات والخدمات اللي حضرتك بتقدمها. ما هو مستوى المنافسة؟ فاذا كانت المنافسة ضعيفة شوية او بسيطة شوية، هيساعدك ان انت زي ما بنقول تركب السوق المحلي. واذا ركبت السوق المحلي وبقت بتاعتك وسيطرت عليها، تستطيع ان انت يبقى عندك فائض تخرجه بره، تصدر منه بره. انما اذا انت كانت المنافسة داخل السوق المحلية مع المنافسين الاجانب منافسة قوية، فانت كل بالك وكل شغلك وهمك الشاغل كله هي المنافسة مع الاجانب، مع الشركات الاجنبية التي تقدم نفس منتجك. فحيبقى ما عندكش وقت، ما عندكش امكانية ان انت تسعى للتصدير للخارج، تبدأ تصدر للخارج. ده عامل مهم جدا. ضيفوا للمنافسة الأجنبية في السوق المحلية، هي المنافسة الأجنبية في السوق الأجنبية نفسها. انت رايح تنافس مين؟ ما تقوليش انا حصدر، يعني انا حنتج بيبسي جديد او مياه غازية عشان ما بسميش، تنافس البيبسي في امريكا، او لا امريكا فيها كولا، يعني منتشر فيها كولا اكتر في امريكا من البيبسي، ولكن قول لي انا مثلا هنتج مشروب مية غازية مثلا ينافس البيبسي والكولا في امريكا وفي اوروبا، هقول لك مستحيل ان انت تدخل السوق، لن يقبل. بيبسي اللي هي الكولا فقط، يعني مش هتقدم منتجات مختلفة. انا بتكلم ان انت تصنع نفس اللي موجود عندهم من منتج او من شركة في قمة المنافسة زي الكولا او البيبسي. تروح تقول لي انا هقدم منافسة لشركة بيبسي، او هقدم منتج منافس لشركة البيبسي ولشركة الكولا في في فيما يخص الكولا تقريبا، او مثلا زي السيفن والسبرايت والكلام ده، ابقى انا ما عنديش اي تمييز.
يبقى انا ما حسبتش حساباتي صح. يعني هما كانوا بيقولوا في المثل اللي بيحسب الحسابات في الهنا يبات، يعني اللي بيحسب لكل حاجة بيبقى مرتاح البال. أعيد تاني لحضراتكم ببساطة برضو للربط وللتذكير، ما هي العوامل التي تؤثر في دخول الشركات إلى الأسواق العالمية الجديدة أو فتح أسواق عالمية جديدة. في 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 الجزئية دي احنا تناولنا 6 عناصر وفصلناهم تفصيلا، أعتقد الحمد لله إن هي مفصلة بشكل جيد. ما هي العوامل المؤثرة للدخول إلى الأسواق العالمية؟ فقلنا أن هناك 6 عوامل تؤثر في دخولك للأسواق العالمية. هذه العوامل هي قدرة أو طاقة السوق، يعني القدرة الاستيعابية للسوق إن هو يستوعب المنتج بتاعك، التنوع الجغرافي في إن أنت تنتج منتج يتناسب جغرافيا ومناخيا مع المكان اللي هو رايح يتم توزيعه فيه، تجاوز الطاقة الإنتاجية إن كنت عندك طاقة إنتاجية معطلة أو عندك نسبة طاقة ممكن ان انت تشغلها علشان تنتج زيادة ويبقى عندك فائض تستطيع ان انت توجهه للتصدير، ان يكون عندك بعض المنتجات اللي دورة حياتها بدأت تشرف على النهاية فان انت تقوم بتصديرها الى اماكن اخرى عشان تستوعبها، ربما يتوقف عملية دخولك السوق او عدم دخولك السوق ايضا على ما تقدمه من ابداع او من اشكال جديدة للمنتج، ربما يتوقف تتوقف العوامل التي تؤثر على دخولك إلى الأسواق العالمية على أيضا مستوى المنافسة الأجنبية في سوقك المحلي وانشغالك بيها أو قوتها وشراستها اللي تمنعك من أن أنت تحاول تفكر في أنك تخرج برة، أو أن ممكن أن هي اللي تضغط عليك كمان بشكل تاني وأن أنت تلاقي سوقك بدأ يتخنق جوه بلدك اللي أنت بتنتج فيها فتبدأ تدور على أسواق خارجية عشان توزع فيها من برة. أنا لسه ما نهتش أولا من الأربعة، ولكن أنا شايف أن المحاضرة لم يتبقى فيها دقائق، فأنا في الدقيقتين الباقيين إن شاء الله بحاول أن أنا أراجع لحضراتكم أو أربط لحضراتكم ما استخدمناه أو ما تناولناه اليوم إن شاء الله. فصلنا اللي بدأنا فيه هو الفصل السابع، والفصل السابع عنوانه إدارة سلاسل التوريد في ظل العولمة، كيف يمكن إدارة سلاسل الإمداد والتوريد على المستوى العالمي وما تقوم به أو تقدم أو تضغط به العولمة على المنظمات والشركات العاملة في التجارة العالمية. قلنا أن الفصل ده بيتكون من 4 أجزاء. هو النهاردة للأسف احنا ما قدرناش ان احنا في محاضرتنا النهاردة ننهي الأولا، لأنه أولا يتبقى لها فيها جزء إن شاء الله بنبدأ به في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والجزء أولا كان بيرتبط بتطبيقات التوريد عالميا، ثانيا التوجهات المستقبلية لسلاسل التوريد على المستوى العالمي، ثالثا التحديات اللي بتواجه سلسلة التوريد على المستوى العالمي، ورابعا كيف يتم تنظيم سلاسل الإمداد والتوريد على المستوى العالمي، وهل هناك اختلاف في شكل التنظيم داخليا عن خارجيا ولا لا. بدأنا اتكلمنا في تطبيقات التوريد عالميا وقلنا ان التطور اللي بيحصل على المستوى العالمي ادى الى ان احنا ممكن نشكل الشركات اللي بتترتبط او بتشاهد او بتنتج من العولمة وما يحدث الى 3 أنواع من الشركات. شركات هي اللي بتعمل بنفسها التي تجعل الاشياء تحدث بنفسها، وفي شركات تشاهد فقط مجرد انها تشاهد الاشياء اللي بتحدث، وفي شركات تندهش عندما تعلم بما حدث. قلنا ان التأثير وما يعني ما وصلنا له يرجع الى سببين، هي التقنية والزياد التقنية والاتصالات وايضا العولمة. هذا ادى الى ان الشركات تحاول ان هي تحصل على عمالة بشكل جيد تساعدها في ان هي تطور من علاقاتها وتؤثر على العملاء المنافسين والموزعين والموردين، ده ادى الى تغير شكل معادلة الربح. فاستعرضنا اليوم 9 معادلات مختلفة للربح، كانت الربح عن طريق الجودة العالية وخدمة تقديم فيه خدمة أفضل وتقديم أسعار أقل، الحصول على نصيب سوقي أكبر، التكيف للمنتج مع احتياجات العملاء
وتشكيله على ما يحتاجه العميل، عن طريق التطوير المستمر للمنتج، عن طريق الابتكار في المنتج، عن طريق الدخول في أسواق مستويات النمو فيها عالية عشان تستوعب مني كميات إنتاج أعلى، عن طريق إن أنا أحاول أتنبأ بالتوقعات ومستوى توقعات العميل كيف تكون. على أساسهم برضو قلنا احنا لازم ناخد بالنا من نقاط معينة هي قنوات التصنيع المختلفة. هذه القنوات اللي استعرضناها كانت 5 قنوات، هي المنتج، الإنتاج، التزويد أو التجهيز، التوزيع، إدارة الطلب. ثم بعد كده انتقلنا للجزء الأخير اللي احنا عرضنا فيه عالمية إدارة سلاسل التوريد أو إدارة سلاسل التوريد على الشكل العالمي، وأن هناك علاقات ما بين الاستراتيجية المستخدمة في إدارة سلسلة التوريد وعمليات التنسيق والزبائن وإدارة الأصول والموجودات. إلا أكدنا عليه أخواننا ويا أخواتنا أن العلاقة هي علاقة من ناحيتين، بمعنى أن كل منهم يؤثر ويتأثر بالآخر، ولا يوجد أي بلوك من الأربعة أو من 5 بلوكات اللي قدام مننا دول ليس لها علاقة بالآخر. فمثلا يعني إدارة الأصول والموجودات ترتبط هنا وترتبط هنا وترتبط هنا وترتبط هنا، بمعنى أن كلهم يرتبطوا ببعض ولهم علاقات متداخلة مع بعضهم. أنهينا محاضرتنا بما هي العوامل المؤثرة للدخول إلى الأسواق العالمية، وكان هنا 6 عوامل يمكن إحنا استفدنا فيهم شوية، ولكن أنا كنت عايز أوصل الصورة واضحة لحضراتكم، حاولت بقدر الإمكان الحمد لله. هذه العوامل الستة كانت قدرة أو طاقة السوق، التنوع الجغرافي، تجاوز طاقة الإنتاج، المنتجات القريبة من نهاية دورة حياتها، مصدر المنتجات والأشكال الجديدة، والمنافسة الأجنبية في السوق المحلية. الحمد لله أعتقد أن الأمور الحمد لله يعني لدرجة كبيرة جدا كانت واضحة مع حضراتكم ووصلتها بشكل مناسب الحمد لله. سعدت بوجودي معاكم وأرجو أن أنا أكون وصلت حضراتكم إفادة بشكل مناسب وساعدت بي كما ساعدت بكم. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.